شو صاير بين أبو الرب وبرهومو إسلام؟ هذا اللي رح نتعرف عليه بهذا الفيديو. في البداية بدنا نترحم على الناشط الأردني أيمن العلي اللي توفى بعد صراع طويل مع المرض، فالله يرحمه ويجعل مأواه الجنة. بداية الدراما كانت بعد إعلان أسامة مروة خطوبته على شيرين بيوتي، وطبعاً المتابعين انبسطوا كتير وبلشت التهاني تتوالى من الفانز والمشاهير. فيديو البروبوزل صار ترند كبير وجاب ملايين المشاهدات خلال ساعات، والكل كان مفكر القصة رح تخلص هنا، لكن اللي صار بعدها بيقول إنها كانت لسه بأولها. فبعد نشر الريل طلعوا بعض المشاهير من أصدقاء أسامة وعمل فيديوهات ردات فعل على فيديو الريل، والكل كان مبسوط والأمور كلها تمام. خليني أفرجيكم فيديو برهوم اللي حط فيديو الخطوبة بالزاوية وحب يبين إنه متأثر بهاي الطريقة في الخطوبة. شيرين عمارة، will you marry me? I promise I'm yours. أنا صراحة حسيت إنه فيديو ساخر أكتر من إنه حقيقة، هذا الشعور اللي وصل إليه. أنا ما بعرف هل هو جد كان متأثر ولا الفيديو كان فكاهة. وكمان نشر إسلام أفرو فيديو مثل برهوم وشارك صاحبه أسامة الفرحة بأسلوبه البسيط. وكمان شفت مقطع لكريم أخو برهوم بنفس الطريقة. فهذا الاشي ازعج ابو الرب واللي طلع واشعل دراما كبيره في الوقت اللي كانت فيديوهات الخطوبه عم تاخذ تفاعل كبير من الناس. فظهر احمد بستوريات على الانستغرام وصار ينتقد بشكل مباشر وصريح، يعني ما قعد يلمح، لا كان واضح عن شو بيحكي وعن مين بقصد، وعبر عن انزعاجه من طريقه تعامل بعض صناع المحتوى مع فيديو الخطوبه. تعالوا نسمع. احلب بابداع يا عزيزي صانع المحتوى، اذا اسمك صانع محتوى بعرفش كيف انت يعني بتقبل حالك تنزل ريل وانت بس تعملش اشي، يعني بس حط خطبة الزلمة على الزاوية، الله اكبر، عيب عيب. كمل انتقاده وقال انه هذا النوع من الفيديوهات تافه وانه مش مقبول من ناس عندهم متابعين بالملايين يعمل محتوى بهاي البساطة، ووصف اللي عمله ردة فعل بالمزهريات، يعني قاعدين بدون اضافة اي قيمة للمحتوى. تعالوا نسمع لكلام احمد. انه انت 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 حاط حالك مزهرية في الريل بزبطش، اذا انا كلامي غلط قل لي، بس انا ما بقدرش اضل اسلك، ما بقدرش اسلك يا اخي، تعب التسليك. وبعد هذا الكلام طلع اسلام افرو وقال انه ابو الرب زودها كتير وانه هو اللي طلع من بين كل المشاهير اللي انتقدهم احمد حتى يرد عليه. خلونا نسمع. هو يعني هو صاحبي وصاحبنا كلنا، بس ليه بتعمل دراما؟ ليه بتطلع تبهدلنا كلنا؟ طلع فشخ الكل، عادي صاحبنا خطب عمل بروبوزل وفرحانين من قلبنا، كل واحد بيعبر بطريقته وقال ايه محتوى تافه. انا مش هزود لك فيديو زي جحا طف البروبوزل بتاع اسامه، انت برضه بالعقل يعني دلوقتي هطلع درون وهو بياخد الرياكشن بتاعي؟ انت عايز ايه يعني؟ ولا اجيب 13 مصور وهو بياخد الرياكشن بتاعي؟ محتوى ايه اللي تافه يا دكتوره؟ دكتوره السوشيال ميديا، خلاص مش كده يا ابو الروب، الدنيا ايزي يا صاحبي، احنا حبايب اه، بس ما تطلعش تبهدلنا. وهسكت لك، انا الوحيد اللي طلعت رديت عليك، ما حدش عبرك. وكمان برهوم كان واضح برسالته، فقال انه ما كان ناوي يعمل دراما وانه كل اللي عمله انه شارك بفرحة صاحبه باسلوبه الخاص، واستغرب ليش احمد اختار ينتقد علنيا، وقال انه لو كان احمد زعلان كان ممكن يبعث له رسالة مباشرة بدل ما يعمل القصة علنية. في شوي وان كان في جيب عيد في الموضوع، بس مش قادر امسك بحكي. احلب بابداع يا عزيزي صانع المحتوى. مين تارك باب الحمام مفتوح هيك يا زلمة؟ إذا طلعت عارضت أي شيء أنت شايف كل الناس عم بيأيدوه صح وأنت الوحيد اللي طلعت عارضته، الناس ما حتأيدك، حتى لو طلعت كتير فشلات فيه الناس ما حتأيدك، حيطلع منظرك جدا غبي، حيشوفوا أنه أنت قاعد بس تمسك زلات على الناس. في ناس بتحقد وما بتنسى، والله يعني أنا مستمر بالمحتوى اللي أنا بعمله لأنه أنا بحبه بغض النظر إذا كل الناس غيروا. لكن أحمد طلع بعدها ونشر ستوري على حسابه بإنستغرام كتب فيه: لما بشوف حدا بيعمل محتوى تعبان وما يعمل ولا 1% مجهود ويكون راكن إنه يحط محتوى حد تاني في زاوية الريل، شد بنقهر، لأنه هيك صار كل إشي بندربه للناس صار على الكب. فأحمد بشوف إنه هالفيديوهات اللي اعتمدت على وضع فيديو أسامة في الزاوية بدون أي إضافة إبداعية هي استغلال للترند بطريقة سطحية، وهذا الكلام خلى القصة تزيد أكتر. فطلع اسلام بفيديو ساخر ووجه كلامه لاحمد بشكل مباشر: في حد هيتفشخ دلوقتي، التذاكر ببلاش على قفا صاحبنا اللي هو بيحب الكل وفشخهم مش عارف ازاي، المهم انا بموت فيك وانت عارف انا بحبك قد ايه، عامل لي فيها مدير امن العلاقات العامه في السوشيال ميديا كلها، فانا لازم ارد عليك، انا بس ايه حابب اقرصه من ودانه عشان قاعد بيعادي في الناس،
فدي رسالة. أنا قربت أصير بالتلاتين، ما حدش مهتم بعمرك، أوكي؟ بطلت مراهق بحب الدراما من يوم يومك وإحنا عارفين، أوكي؟ ركز بس، بس لازم تفهمه أنا حد مستثمر حياته كلها وفلوسه بعالم صناعة المحتوى. يا نهار أبيض، في حد أحمر يعمل كده؟ تستثمر كل فلوسك في صناعة المحتوى؟ أنت عامل طب أنت يا ابني عشان غيرت محتواك هتفشخنا يعني؟ خلاص؟ يا إيلون ماسك خلاص؟ براها علينا. لما بشوف حد بيعمل محتوى تعبان. طيب بالنسبة عن نفسي انا مش هقولك انا بعمل ايه، خش عندي وانت عارف، انت عارف انا بعمل ايه. وتمسخر على فكرة شركة صناعة المحتوى وقال عنا شركة صناعة محتوى بندرب ناس عشان يصيروا صناع محتوى. كان القرد نفع نفسه. بقى انت شجتني يا عم عشان غيرت محتواك، والله العظيم. يعني تخيل دلوقتي انا عاوز اجي الشركة عندك. الله، عندنا اول حصة ايه؟ والله القرد زعلان، الفرخه ما بتسلمش بايديها، الحمار نفسيته تعبانه، خلصت البني ادمين وراح للحيوانات وعمال تقول لي محتوى. طب ما انت محتواك عن الحيوانات. طب احنا حد قال لك حاجه عن محتواك؟ وانتقد فكره انه احمد بيحكي عن تطوير المحتوى وهو نفسه كان يقدم محتوى مشابه زمان. كلام صح، بس لا تنسى انت كنت زيهم. بموت مش قادر، والله العظيم ازاي بتنزلها اصلا؟ لا ولا غلط ولا حرام، خليك في كوزك لما نعوزك، مالكش دعوه بمحتوى حد. وكمان نشر برهوم ستوري بتمسخر على محتوى ابو الرب انه صار عن الحيوانات. وكمان زياد وساره نشروا فيديو وهم قاعدين بيتفرجوا على فيديو سلام افرو اللي بيحكي فيه عن الدراما. انا قربت اسير بالتلاتين، ما حدش مهتم بعمرك، اوكي؟ بطلت مراهق بحب الدراما من يوم يومك واحنا عارفين. فاللي واضح انه الامور ما هديت وما رح تهدى الا لما يتدخل حد يوقف هالقصة اللي بينهم. والمشكلة انه المتابعين رح يضلوا موزعين بين مؤيد لاحمد وبين داعم لسلام وبرهوم. والموضوع ما وقف هنا، احمد كمل بنشر ستوريات وضح فيها موقفه اكتر، واكد انه هدفه كان يرفع مستوى المحتوى بالوطن العربي، وطلب من صناع المحتوى انهم يكونوا مثال جيد للناس اللي بتابعوهم. في المقابل رد اسلام وبرهوم بشكل غير مباشر، وكل واحد بين انه مش نادم على اللي عمله وانه ما كان عندهم مشكله باسلوبهم، وهذا طبعا مجمل اللي صار. وبرايي احمد عنده وجهه نظر واضحه، وهو انه صانع المحتوى لازم يتعب على شغله ويضيف قيمه للمتابعين، بس طريقته العلنيه خلت الموضوع يبين شخصي اكثر من انه نقد بناء. اما ردود اسلام وبرهوم فكانت بتوضح ان السوشيال ميديا مكان حر وكل واحد عنده طريقته بالتعبير، لكن بنفس الوقت ردودهم الساخره خلت الدراما تزيد بدل ما تخلص. وزي ما شفتوا انه القصه اللي بدت كاحتفال بخطوبه اسامه وشيرين صارت دراما مليانه انتقادات وسخريه، لكن بالنهايه الدراما جزء من عالم السوشيال ميديا، ويمكن هاي الحوارات هي اللي بتخلي كل شيء مثير للجدل. والسؤال اللي لازم نساله، هل فعلا الهدف تحسين المحتوى ولا بس جذب انتباه الجمهور؟ انا ما بعرف، انتوا اعطوني رايكم بالتعليقات. وبس والله، هذا كان فيديو اليوم، ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.